بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 91. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومثل ذلك ما رواه محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سعيد بن عبيد، أنبأنا علي بن ربيعة عن ربيع بن فضلة أنه خرج في 12 راكبا كلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم غير هذا الراوي، وفيهم سلمان الفارسي رضي الله عنه وهم في سفر، فحضرت الصلاة فتدافع القوم أيهم يصلي بهم، فصلى بهم رجل منهم 4، فلما انصرف قال سلمان: ما هذا مرارا نصف المربوعة؟ قال مروان: يعني نصف الأربع، نحن إلى التخفيف أفقر. فقال له القوم: صلي بنا يا أبا عبد الله، أنت أحقنا بذلك. فقال: لا، أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث كما سبق يدل على أن جنس العرب أفضل من غيرهم من الأمم، لأن سلمان رضي الله عنه لما طلب منه أن يصلي بمرافقيه من العرب قال: لا، أنتم بنو إسماعيل، وبنو إسماعيل هم العرب، لأن العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. فدل هذا على أن العرب يقدمون في الصلاة، إمامة الصلاة وفي غيرها، لفضلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، والقرآن نزل بلغتهم، وهم المكلفون في حمل هذا الدين وتبليغه للبشرية، قد اختارهم الله سبحانه وتعالى لذلك، مما يدل على أهليتهم وفضلهم. ولكن كما سبق هذا من باب الاعتراف بنعمة الله لا من باب المفاخرة، فلا يجوز لأحد أن يفخر على أحد. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله جعلهم شعوبا وقبائل، الشعوب للعجم والقبائل للعرب، لأجل التعارف، تعارف الأنساب فيما بينهم والتواصل فيما بينهم. وأما الكرم فإنما يكون بالتقوى، سواء كان من العرب أو من العجم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتفاخر في الأنساب، التفاخر بالأنساب هذا من أمور الجاهلية كما سبق، لا فخر إلا بالتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو بين صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الخلق من باب شكر الله، تحدث بنعمة الله، لا من باب الفخر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي المسألة آثار غير ما في أثر سلمان هذا،
أن الأولى بالمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى، وعملا بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في أسفاره من خروجه من البلد إلى أن يرجع إليه، فلم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة الرباعية. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولذلك أنكر سلمان رضي الله عنه على هذا الذي صلى بهم وأتم الصلاة أربعا. نعم، يأتي على هذا الشيخ المسافر في الحرمين يتحرى الفضيلة والمضاعفة يقصر. نعم، يقصر في أي مكان، قصدي يدع الرواتب للسنة. إذا قصر لا يصلي الراتبة أو يصلي غير الراتبة. قال ابن عمر: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت. الذي يقصر الصلاة لا يصلي الرواتب التي مع الفرائض، أما بقية النوافل كصلاة الضحى وقيام الليل والوتر فهذا يفعله ولا يتركه. نعم، الله إليكم. قال رحمه الله: في المسألة آثار غير ما ذكرته، في بعضها نظر وبعضها موضوع. وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء، يقول رحمه الله: في المسألة آثار غير ما ذكرته. والآثار جمع أثر، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يطلق على ما روي عن غيره من العلماء والسلف الصالح. فالمسألة فيها آثار يعني في فضل العرب على غيرهم، لكن هذه الآثار متفاوتة، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع ومنها ما هو حسن ومنها ما هو صحيح. فهذه الآثار نظرا لكثرتها فإنها تتعاضد وتتساعد، تدل على الأصل وهو فضل العرب، فضل جنس العرب على غيرهم. هذا من حيث الجنس. أما من حيث الأفراد قد يكون في العجم من هو خير من كثير من العرب من حيث الأفراد. نعم، صلى الله عليه. قال: وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم فأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انقضت العرب ذكر العجم. ما يدل على فضل العرب فعل عمر رضي الله عنه أنه بدأ بهم على جنس العجم. وأيضا العرب يتفاضلون، فمن كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، وهذا من باب تنزيل الناس منازلهم. نعم. قال: هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك. فمضى الأمر على السنة التي مشى عليها عمر رضي الله عنه في تقديم العرب وتقديم أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم على غيرهم إنزالا للناس منازلهم. مضى على هذا في عهد الخلفاء الراشدين وفي دولة بني أمية ودولة بني العباس إلى أن سقطت الدولة العباسية، وحينئذ خرج الأمر عن سيطرة أو سلطة العرب في الغالب، فلذلك اختلف الأمر. نعم. قال: وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح. وسبب تفضيل العرب على غيرهم ليس لمجرد نسبهم وعرقهم، وإنما لما يمتازون به من الصفات الحميدة التي لا تجحد ولا تنكر. العرب لهم صفات حميدة من الكرم والجود وحفظ الأنساب
والأمانة وغير ذلك، وإن كان في بعضهم خيانات وفي بعضهم، لكن النظر للجملة، جملة العرب لا شك أن لهم مزايا، ولي أيضا فصاحة لغتهم وبيانها. نعم. قال: والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام وله تمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. ولا شك أن العلم له مزية، قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم له فضيلة وله مزية، والله جل وعلا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين هم لا يعلمون. ولا شك أن أصل هذا العلم إنما هو في العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، فهم أجدر الناس بحمله وتبليغه وأن ينالوا فضله على غيرهم. نعم. قال: والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة، ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني جمعا وفرقا، يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع، ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر، كما تجده من لغتهم في جنس الحيوان مثلا، فهم مثلا يعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة، ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره من الأصوات والأولاد والمساكن والأطفال إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا يستراب فيها. مما امتازوا به العرب دقة الفهم وسرعة الذاكرة والفطنة، وهذا شيء معروف كما هو في أشعارهم وفي خطبهم وفي مروياتهم. فإذا نظرت إلى ما خلفوه من الآداب والثروة اللغوية والثروة الأدبية بعد ما أخلفوها أيضا من حفظ الأحاديث وتدوين السنة والعناية بها وحملها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم حملوها أولا بذاكرتهم وحفظهم، ثم دونوها بعد ذلك ومحصوها وحافظوا عليها. هذا مما يدل على فضل العرب وذكائهم وفطنتهم. ثم إن لغتهم أيضا أفصح اللغات وأوسع اللغات، وإذا قرأت في معاجم اللغة ودواوين اللغة رأيت العجب العجاب لهذه اللغة العربية مما لا تجده في لغات العالم الأخرى. نعم. قال: وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق، وهي الغرائز المخلوقة في النفوس، وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. ومن الذي بلغ هذا الدين وحمله وجاهد في سبيله حتى نشره في المشارق والمغارب إلا العرب الذين آمنوا به بصدق وحملوه وبلغوه؟ من الذي علم الأعاجم وكون منهم الأئمة الكبار والفحول في الحفظ والعلم إلا أنهم تلاميذ العرب، تتلمذوا على العرب؟ فهذا يدل على سبق العرب ومكانة العرب بلا شك في هذا. نعم. قال: لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن النبي، ولهم أيضا مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوها، إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب، أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم، أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب. فلما بعث الله محمد هذا جواب عن سؤال، لما تبين فضل العرب وفضل لغة العرب يمكن أن يقال: لماذا كانوا في الجاهلية كانوا مسبوقين من قبل الأمم الأخرى من فارس والروم وكانوا مستذلين؟ فالجواب عن هذا أن عندهم أصل النهضة، ولكن
لم يكن عندهم مقومات تساعدهم كما عند الأمم الأخرى. فلما جاء الإسلام ونزل القرآن وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ونزل القرآن بلغتهم وتعلموا استكمل الفضل فيهم ففاقوا على الأمم، ولذلك سادوا على فارس والروم وبلغوا المشارق والمغارب، مما يدل على أنهم مؤهلون لحمل هذه الرسالة ومؤهلون لأن يكونوا أساتذة العالم. ثم إنهم لما دخلوا في هذه العلوم التطبيقية والعلوم الدنيوية فاقوا غيرهم، وهذا شيء معروف ومعلوم في الطب وفي الحساب وفي غيره. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أمرا أجل منه وأعظم قدرا، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها، فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم زالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله، فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجديدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزل الله إليهم. نعم، هذا بيان لما سبق وتتمة للجواب. نعم. في أن العرب كانوا في الجاهلية مستضعفين مستذلين لأنهم لم يكن عندهم ما يبعث ما في نفوسهم وما في طبائعهم وما في أخلاقهم، لم يكن عندهم ما يبعث ذلك، بل كانوا عندهم أهلية ولكن ليس عندهم حافز وليس عندهم موجه. نعم. فلما أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمره جابها منهم المشاق في نقلهم من حالتهم الوثنية إلى عبادة الله، ونقلهم من جاهليتهم إلى العلم، ونقلهم مما كانوا عليه من العوائد السيئة إلى الأخلاق الكريمة. لا شك أنه صلى الله عليه وسلم واجه في مقابل ذلك العنة والتعب، ولكنه صبر حتى يسر الله سبحانه وتعالى له أتباعا وأنصارا. خذ مثلا قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا متى؟ هذا ما حصل إلا بعد التربية والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مثلهم، يعني صفتهم في التوراة، صفتهم في الإنجيل. ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذه صفتهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل، التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهم الصلاة والسلام. مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. مثل الزرع، أول ما يخرج قصبة واحدة، ثم هذه القصبة تخرج فراخا من حولها ضعيفة، ثم تشتد هذه الفراخ وتؤازر الأصل وتقويه، ثم بعد ذلك يتكون السنابل والثمرة. هكذا هذه الأمة نشأت شيئا فشيئا حتى تم أمرها وأينعت ثمارها. فهذا هو مثل العرب، كانوا في الأول كالبذرة في التراب، ثم لما سقيت بماء الوحي ونور العلم، لما سقيت نبتت وتكون منها فراخها وازدادت حتى قويت واشتدت أعوادها، ثم أنتجت وأثمرت العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله. قال رحمه الله: بمنزلة أرض جيدة في نفسها لكن هي معطلة عن الحرث،
أو قد نبت فيها شجر العظاه والعوسج وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله. هذه صفة العرب أنهم كانوا في الجاهلية كالأرض المعطلة لأنهم لم يبعث فيهم رسول. قال فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء، لأنهم كانوا كالأرض المعطلة التي لا تصلح، فغلب على نباتها أشجار لا فائدة فيها كالعوسج والشوك، وأيضا تؤوي الحيوانات الرديئة كالخنازير والقردة وغير ذلك. هذه صفة العرب في الجاهلية، كانوا أرضا معطلة وكانت تنبت شجرا لا خير فيه وتؤوي حيوانات لا خير فيها، فلما جاء الله بهذا النور وهذا الهدى فأزال ما في هذه الأرض من الأذى وطهرها وسقاها بماء الوحي أنبتت هؤلاء الرجال الأفذاذ الأقوياء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هكذا كان العرب، ففضل العرب تكامل ونما وأثمر بالإسلام، ولو بقوا على جاهليتهم لا بقوا في خمولهم وفي نومهم وسباتهم. فلا عز للعرب إلا بالإسلام، مجرد العروبة لا يكفي. العروبة ما نفعت أهل الجاهلية، فمجرد العروبة بدون الإسلام لا تكفي، إنما إذا اجتمع الأمران العروبة الأصلية والإسلام الصحيح حينئذ كما حصل للصحابة رضي الله عنهم حينئذ حصل الخير الكثير للبشرية. فهذا مثل العرب، مثلهم مثل الأرض الطيبة الصالحة للإنبات، لكن لم يتولها أحد بالرعاية والتطهير والحماية والسقي إلا لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فكون منهم أمة كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما إذا ضيع العرب الإسلام عادوا إلى جاهليتهم، كما قال عمر رضي الله عنه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله، فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، عمران بن حصين رضي الله عنه، لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. الشاهد من هذا أن خير القرون هم من العرب في الغالب، أن خير القرون في الغالب من العرب، أو هم أصل، أو هم الأصل في ذلك، وغيرهم تابع تهم وتلاميذ لهم. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هؤلاء من العرب، المهاجرون من أهل مكة، والأنصار من أهل المدينة، المهاجرون في الغالب من قريش، والأنصار من الأوس والخزرج من القبيلة القحطانية، وأولئك من القبيلة العدنانية، فهم من صميم العرب. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم من صميم العرب. ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان. هذا يدخل فيه العجم، يدخل فيه التابعون من العرب والتابعون من العجم. نعم. قال: وكان الناس إذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين، إما كافر من اليهود والنصارى لم يقبل هدى الله، وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه، وكان عامة العجم حينئذ كفارا. نعم، والمخالفون لهم هم إما أهل كتاب كفروا بالله عز وجل
وأبوا أن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي لا يتبع هذا الرسول كافر سواء كان من الكتابيين أو غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم. لماذا؟ لأن الكتب السابقة نسخت، وبقي دين الإسلام، بقي دين الإسلام وبقي القرآن، فمن أراد السلامة فليدخل في هذا الإسلام. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به، وقبله الإسلام ما جاءت به الأنبياء وما شرعه الله لهم، هذا هو الإسلام. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به وحده، وما عداه فإنه ليس بإسلام، وإن كان في أصله كتابيا أو يهوديا أو نصرانيا، لأن هذا نسخ أو حرف وبدل وغير ولم يبقى على أصله. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.